السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. بدعم من سمو ولي العهد تدشين ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض. استمرارا للجسر الإغاثي السعودي، وصول الطائرة 11 إلى مطار غازي عنتاب محملة بالمساعدات الغذائية والإيوائية والطبية. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من فبراير 2024 في الرياض النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع. وتجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الرشيدة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن والصناعات العسكرية في العالم، حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس ألكسندر فوتشي رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفلة تدشين ضاحية الفرسان السكنية أكبر الضواحي السكنية في المملكة. وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض، وتستهدف بناء أكثر من 50,000 وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250,000 نسمة، لينسجم مع أهداف رؤية 2030 برفع نسب التملك السكني للمواطنين لتتجاوز 70% بحلول عام 2030. نحو توفير خيارات سكنية جديدة ورفع نسبة التملك السكني، دشنت الضاحية السكنية الأكبر في مدينة الرياض برعاية الأمير فيصل بن بندر على مساحة 35 مليون متر مربع وبتكلفة تقارب 20 مليار دولار. تقدم ضاحية الفرسان أكبر معروض عقاري في العاصمة السعودية. الضاحية خطوة أخرى في الجهود المبذولة لبناء مجتمعات عصرية بطابع حضاري مميز لرفع جودة الحياة وفق أعلى المعايير، مع توفير الحلول السكنية والتمويلية لتحقيق الرفاهية للمجتمع السعودي. فالضاحية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة للعيش وسط منظومة خدمات متكاملة وبيئة مستدامة عامرة بالمسطحات الخضراء. زخم المشروعات السكنية وتنوع الحلول التمويلية خطط واستراتيجيات فعالة نحو تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك الأسرة السعودية للمساكن إلى 70%. وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل كان قد أكد خلال مؤتمر التواصل الحكومي على الدعم الكبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع العقاري بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وعدداً من المدن التي تتميز بالكثافة السكانية. نجد كل الدعم صراحة والاهتمام من سمو ولي العهد مؤخراً مع ارتفاع أسعار العقار، وجه سموه بأن يكون تزويد وزارتنا بتقريباً 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن اللي تشهد كثافة سكانية وارتفاع في الأسعار. أعلننا يمكن قبل أسبوعين الشركة الوطنية للإسكان بدعم سمو ولي العهد ضاحيتين، ضاحية الفرسان وضاحية المرحلة الثانية من ضاحية غزام. إطلاق ضاحية الفرسان امتدادا لدعم ولي العهد لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في الرؤية والذي اقترب من بلوغها قبل حلول 2030 بتجاوز نسبة التملك للأسر السعودية 60% في 2020.
في ثالث يوم لزيارة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية لبروكسل، التقى سموه رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكتين في شتى المجالات. تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطويرها أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. اللقاء الذي شهد أيضا استعراض جهود المملكة في إحلال السلم الإقليمي والدولي. المملكة العربية السعودية تلعب دور مهم بالنظر لمسائل الطاقة، ومن الواضح أن المملكة يتعاظم دورها كل يوم على الساحة الدولية كما أكده لنا في هذا اللقاء معالي وزير الخارجية. نعم، وساطة المملكة في الأزمة الأوكرانية، لأن الغرب لا يتكلم مع روسيا، وإذا تدخلت المملكة فهذا أمر إيجابي طبعا. في إطار العلاقات الثنائية، التقى الأمير فيصل بن فرحان رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي ستيفاني دوز، حيث تم استعراض العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكتين، إضافة إلى توسيع فرص الاستثمار للشركات البلجيكية والأوروبية والمساهمة في بناء مدينة نيوم. المحادثات تركزت حول العلاقات الثنائية وتدعيمها بين العلاقات الاقتصادية والثقافية. هناك شركة بلجيكية تعمل في المملكة العربية السعودية تساهم في بناء مدينة نيوم، وتتكفل الشركة البلجيكية بنظام الروبوتات. تبدي بروكسل اهتماما كبيرا بالاستثمار في رؤية المملكة 2030 والمساهمة في تطوير العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي على مختلف المجالات. بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل الجبير مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد طارق أحمد. بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الارتقاء بها إلى ما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل إبراهيم مع وزير شؤون أوروبا والتجارة الخارجية والشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفي بيشت أبرز التطورات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية فرنسا لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقد في مدينة باريس. بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، أعلنت الهيئة عن توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة. دشنت الهيئة العامة للنقل حفل توقيع عقود امتياز النقل بالحافلات بين المدن في المملكة، وذلك لتحرير سوق نقل خدمات نقل الركاب بغرض ربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مساراً لخدمة أكثر من 6 ملايين راكباً سنوياً في أكثر من 300 نقطة، حيث ستعزز هيكلة هذه العقود التنافسية وفتح باب الاستثمار في تحسين خدمات النقل للركاب. كما نعلم المملكة يعني طورت هذا القطاع على مدى 45 عام عبر وجود ناقل وطني وحيد يقوم بهذه الخدمة، ونحن الآن نفتح مرحلة جديدة من تطوير الخدمات، رفع مستوى السلامة وزيادة التنافسية في هذا القطاع. تم التوقيع مع ثلاث تحالفات مكونة كل منها من شركة وطنية رائدة وشركة دولية ذات خبرة واسعة في هذا المجال. وتعزيزا للتكامل بين مختلف أنماط النقل وتحقيقا للمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، جاء هذا المشروع كجهاز تنظيمي لجميع قطاعات النقل البرية التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل بالشراكة الضخمة مع عدة شركات وجهات متخصصة في مجال النقل بالحافلات، حيث سيجعلها أكثر كفاءة وابتكار. يعني نأمل أنه نحن بدخولنا إلى إلى مجال التنافسية أنها ترتفع الخدمات وتجود، وإن شاء الله رح نثبت أنه يكون القرار صائب، وأنه إن شاء الله رح يلمس المواطن والمقيم الجودة القادمة بحول الله. طبعا النقل بين المدن كان عقد التزام لمدة أكثر تقريبا 50 سنة، نص قرن. اليوم وقعنا عقود تحالفات تتنافس
تقدم الخدمة للمناطق الأقل جاذبية. حصة النقل العام اليوم 1% من كل تنقلاتنا، الهدف أن نصل إلى 15 ضعف. ويأتي فتح الطرق والمسارات كمقياس لحجم الطلب المستقبلي الذي سيعزز من إدخال المنافسة في سوق النقل بالحافلات بين المدن وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه نماذج العمل السابقة. منار باشنيم، الرياض. انطلق منتدى الأحساء 2023 الذي نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو السعودية في دورته السادسة بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. المنتدى يعد من أهم الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي تنظمها غرفة الأحساء على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة، إضافة نوعية لمنصات إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع الاستثمارية. ختم للنشرة، تذكير بأبرز عناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. بدعم من سمو ولي العهد تدشين ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض. واستمرار للجسر الإغاثي السعودي، وصول الطائرة 11 إلى مطار غازي عنتاب محملة بالمساعدات الغذائية والإيوائية والطبية. تحية لكم في أمان الله.